طبعا اخيرا قدمتي او شاركتي في اوبريت جميل عن العراق وعن الدول العربيه كلها بمشاركه متميزه من مصر وعدد من الدول العربيه. تقولي يعني الاوبريت ده هو كان اسمه ايه؟ هو اوبريت الاستاذ المطرب من العراق اسمه محمود الشاعري. هو انا كان امنيتي من زمان يا محمد من يوم ما زرت العراق ان انا اعمل اوبريت في يجمع فيه الوطن العربي بما فيهم العراق، اللي هو عايزين نقول احنا بنحب السلام. كلمني المطرب الجميل العراقي محمود الشاعري فقال لي انا بنتج وبعمل اوبريت في حب العراق وعاوز في كل بلد عربية بيبقى فيه فنان، فاختارني واختار احمد سعد ومجد القاسم وفي فنانين كتير من الاردن ومن سوريا وطلع الاوبريت هو لحن شريف حمدان، فنال اعجاب ناس كتير جدا وهو الاوبريت معمول بحب جدا. كل كلمه قلتها كنت بعنيها، الناس عاملاها كادو، الناس عاملاها بحب، لان انا ما زلت اقول لا للارهاب لا للطائفيه لا للصراعات. محمد الصراعات بتهدم الشعوب، حتى الصراعات النفسيه ما بينك وما بين صاحبك او ما بين بتعمل ران على القلب، ما بتخليش النور يدخل فيه، ما بتخليش الحب يدخل فيه، فتلاقي فيه كراهية وظلمة. طب ليه؟ فما بالك الصراعات في ما بين الشعوب وبعضها بيبقى معمولة زي بيبقى في دمار للشعوب كلها، في هدم. أنا لما بشوف اللي بيحصل في سوريا وفي أماكن أنا مشيت فيها ولاقيها على الأرض ملعون أبو الكراسي، ملعون السياسة، الناس اللي فوق اللي قاعدين على الكراسي مش واخدين بالهم إن في أجيال كتيرة قوي متشردين، جملة كبيرة علي، اللي هو مهاجرين في سايبين بلدهم، سايبين أراضيهم، سايبين مشتتين في كل بلد وفي كل حتة في البرد دوت وفي عز الصيف. تابع المظاهرات والثورة الموجودة في العراق حاليا؟ أنا متابعة، بس أنا عايزة أقول للعراقيين توحدوا بس لا للتدمير. مظاهرات لازم تكون سلمية. تدمير البلاد انتوا اللي هتدفعوا ثمنه، زي ما انا وانت يا محمد دفعنا ثمنه هنا في مصر، دفعناه من حياتنا، دفعناه من جيوبنا، دفعناه من حاجات كتيره جدا، لان في ناس كانت مخربه الهي لا يعودهم، وهم اتشالوا من جذورهم اساسا، دول اهل الشر، دول دمروا، هم اللي كان بيحرقوا وهم اللي كانوا بيقتلوا الشباب.